الجمبري راح نحضره على طريقة الرز بالجمبري، وجنبه راح نحضر شوربة راح تكون شوربة السمك، سمك مشوي. وأخيرا طبعا بدنا نغني مايدة الإفطار بحلو مشهور كتير وينعمل برمضان خاصة بلبنان، وهو حلو الصفوف. خلونا نبتدي أول شي بالرز بالجمبري ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لثلاث معالق كبيرة زيت نباتي، بصلة مبشورة، 2 فستوم مبشور، كوب طماطم مقطع صغير، كوب كزبرة مفروم، كيلو جمبري صغير، 2 كوب رز حبة طويلة، 4 أكواب ماء، ملح وفلفل وشوية بابريكا وكزبرة ناشفة. لكن أول شيء رح نبتدي فيه هو إنه بدنا حلة كبيرة نحطها على النار، وطبعا عندي المقادير كلها هون، عندي الزيت 3 معالق زيت نباتي، رح نحط معهم أول شيء الثوم والبصل على النار ونقلبهم، نرجع نزيد الكزبرة، وطبعا عندي الجمبري، الجمبري اللي عندي هون أنا متلج، إذا كان طازج جايبينه طازج بتكون تفقوه وتقشروه، بس تيتقشر الجمبري عادة لازم يكون مسلوق على القليل نص سلقة، لأنه كتير صعب يتقشر هو وني. فمن بعد ما تكونوا قشر لازم يكون طبعا لما نعمل رز بالجمبري ونخلط الجمبري مع حلة الرز لازم يكون الجمبري متقشر. أنا عندي هون الجمبري اللي هو متلج ومتقشر وجاهز حتى على طول بلش استعمله بقلب الطبخة. لكن هلأ حطيت الرز على الزيت على النار ورح كمل بالبصل والثوم. طبعا مثل ما دايما بقلكن حاولوا تكونوا عم بتقطعوا قدر المستطاع السمك وثمار البحر على وجبة الإفطار نظرا لأهمية وجود السمك وكل الفوائد اللي موجودة فيه. وطبعا الجمبري كمان مفيد وصحي جدا، الجمبري بيحتوي على نسبة عالية من البروتينات ومصدر من مصادر البروتينات، طبعا فينا نتكل عليها لحتى نأمن كل احتياجاتنا اللي نحنا بحاجة لها واللي نحنا ما أخذناها خلال اليوم طبعا لأنه صايمين. نوصل على وجبة الإفطار ونحنا بحاجة نكون عم ناخد بروتينات، بدنا ناخدهم من الجمبري، وبيحتوي على فيتامينات، بيحتوي على معدن الفوسفور اللي بيزيد الطاقة بالجسم واللي بيدخل يعني لما نتناول المأكولات الخلية بحاجة تكون عم تاخد هالمأكولات لحتى تصدر الطاقة. الفوسفور من المعادن اللي بيساعد على إصدار الطاقة بالجسم، مشان هيك أهميته خاصة من بعد يوم طويل من الصيام. رح نقلب شوي البصل والثوم مع الزيت ورح حط معهم الكزبرة. وجود الكزبرة بيعطي نكهة كتير طيبة للرز بالجمبري. كل ما كترنا توابل وأعشاب كل ما غنينا طعم الرز والجمبري. لكن من بعد ما نكون زدنا الكزبرة مع البصل والثوم نقلبهم شوي على النار لا نرجع نزيد الجمبري. الطماطم رح اتركها آخر شي لما حط الرز مع المي، منحط الطماطم أحسن ما كتير تكون عم بتخبص وتزوم تكب مي كتير. هلأ رح حط الجمبري، الجمبري المتلج طبعا منشيله قبل بيوم من الفريزر حتى ومنحطه بالتلاجة حتى يكون عم بيدوب. منقلبه
نقلبه بالحلة مع الكزبرة والثوم والبصل. وأول ما شوي يبلش يفك، هلأ لو الجمبري بعده متلج منا مشكلة أبدا، يعني منشيله من الفريزر منحطه بالتلاجة. أوقات كتير الجمبري بيفضل بالتلاجة لتاني يوم بيفضل عليه شوية تلج، منا مشكلة أبدا، فينا مثل ما هو نشيله ونحطه على النار وبيرجع بيدوب على النار، منا مشكلة. مثل ما صار هلأ كمان الجمبري فيه شوية مي، لما تحطوه وتلاقوا فيه شوية مي ساعتها المي لما بدنا نحط الرز، المي اللي بدنا نحطها فوق الرز بتكون أقل. يعني أنا هلأ رح استعمل كبيتين رز، والرز عندي طبعا منقوع لازم صفيه. الرز اللي عم بستعمله هو الرز الابيض الحبه طويله، مش البسمتي ولا الرز المصري. الرز الابيض الحبه طويله هو اللي بيليق اكثر شيء نعمله رز بالجمبري. الرز الاسمر طبعا هو الرز اللي انا دائما بنصح فيه لانه من احسن انواع الرز لانه بيحتوي على الالياف الغذائيه، انما الرز الابيض هيك يعني بيطلع قيمته اكثر واطيب بيطلع مع الجمبري، مشان هيك انا رح استعمله اليوم. ودائما بذكركم الرز اللي هو مصري هو اللي بيحتوي على الوحدات الحراريه الاكثر، والرز البسمتي او الرز الحبه طويله بيحتوي على وحدات حراريه اقل. رح صفي الرز وارجع احطه مع الجمبري. لكن لننقع الرز بالمي، بننقع الرز بالمي لحتى يكون عم يستوي معنا بسرعة. وهون أنا عم بستعمل كبيتين من الرز، مفروض حطلن إذا الرز منقوع مفروض كون عم حطلن 3 كبيات ونص من المي. إذا الرز منه منقوع، الرز الحبة طويلة عادة بده يعني كل كباية رز بده 2 كبايات مي. فهلا بما انه منقوع وبما انه في مي صار بالحله، المي اللي جايه من الجمبري، طبعا بدنا ننتبه ما بدنا نحط بقى مي كتير حتى ما الرز يطلع مخبص. يعني انا هلا رح احط 2 كبايات من المي بس. قبل ما احط المي رح احط الطماطم والتوابل كلها، طماطم مفرومه او مقطعه صغير، ورح احط معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، بابريكا اللي هو الفلفل الأحمر، كمان رح احط معلقة صغيرة، ورح احط معلقة صغيرة من الكزبرة. كل ما كترنا توابل كل ما كان الطعم اغنى. حطيت كزبره خضراء ورح ارجع احط كمان كزبره ناشفه. نخلطهم منيح. ورح زيد شوية مي. مثل ما قلت لكم عادة، رح ارجع اذكركم، عادة إذا الرز الحبة طويلة فيكم ما تنقعوه، بيستوي بسرعة عادة إذا مش منقوع. كل كباية رز حبة طويلة بتحطولها 2 كبايات مي. هلا انا اللي صار عندي انه الجمبري طلع شويه مي لانه الجمبري اللي عندي متلج، فما بقى بحاجه احط كميه مي قد ما لازم احطها. يعني بدل ما احط 4 كبايات مي رح احط 3 كبايات مي، خاصه انه الرز اللي عندي كمان كان منقوع. وعاده لما ننقع الرز الابيض الحبه طويله بدل ما نحط كل كوب رز بدل ما نحط له 2 كبايات مي بنحط له 1.5 كوباية مي. لكن كل المقادير صارت موجودة على النار. طبعا رح اتركهم هلأ، رح اترك الجمبري يستوي والرز يستوي وطبعا المي تنشف، وهيك بيكون صار في عنا طبق كبير من الرز بالجمبري مع الخضار.